قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على منشأة صحية في جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ونهبت محتوياتها ما أجبرها على الإغلاق. وأضافت المنظمة أن قوات الدعم السريع فتحت النار أثناء هجومها على الطاقم الطبي والمرضى، ويأتي هذا مع تكثيف الدعم السريع هجومه لمحاولة انتزاع السيطرة على المدينة التي تعد آخر معقل للجيش في إقليم دارفور المترامي الأطراف. قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجوم الأخير على المستشفى الجنوبي في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بغرب السودان مفزع. وأدانت المنظمة الأممية عبر منصة إكس، أدانت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، مضيفة أن إغلاق المستشفى الجنوبي بالفاشر في أعقاب الهجوم زاد من عرقلة الحصول على الخدمات المنقذة للحياة في المدينة. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية الطبية علقت جميع الأنشطة في المستشفى، وذلك بعد اقتحام قوات الدعم السريع للمستشفى وإطلاقها النار في داخله. كشف والي جنوب دارفور المكلف أن معارك الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا أدت لمقتل أكثر من 1000 مدني، وتحدث عن تدمير أكثر من 180 منزلا ومرافق صحية وحكومية. في نيالا 193 حي سكني، حوالي 180 حي تم نهبها بتدمير ممنهج مقسم للإدارات الأهلية الموالية، ولم يبقى شيء إلا وتم نهبها. وهنالك اغتيالات ايضا لبعض الكوادر النوعيه في فعاليات الولايه، واكثر من 1024 قتيل من المدنيين في هذا الحرب، وتم نهب الممتلكات وكل شيء. من الخرطوم ينضم الينا مراسل الحدث المقداد حسن، اهلا بك المقداد. ومن اقليم دارفور ينضم الينا مراسل الحدث صالح ابو علام، اهلا ومرحبا بك صالح. ابدا معك المقداد، اخر التطورات من عندك؟ بالفعل آخر التطورات هي استمرار هذه المعارك الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور وعدد من الأماكن في العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث. قبل قليل من الآن كنا نستمع إلى أصوات قصف مدفعي من قبل الجيش السوداني سقط في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في أحياء شرق وجنوب العاصمة. والآن خلفي مباشرة الكاميرا يمكن أن تقرب الصورة من المنطقة الصناعية أو من شارع الغابة، المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من هذه المنطقة. أيضا كنا تابعنا صباح هذا اليوم في عدد من المواقع خاصة محيط القيادة العامة للجيش السوداني من الناحية الشرقية ناحية منطقة أحياء بري، تصاعد لأعمدة الدخان تزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على محيط هذا المقر العسكري. وأيضا في محيط سلاح الإشارة تصاعدت أعمدة الدخان طفيفة نتيجة هذه العمليات التي تستمر بين وقت وآخر. أيضا في جنوب العاصمة كنا نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من الأحياء الجنوبية، أحياء جنوب الحزام والأزهري وكذلك محيط المدينة الرياضية، وهي مناطق تنشط وتتحرك بها تمركزات للدعم السريع. إذن العاصمة هنا هذه الصورة، قصف وتصاعد لأعمدة الدخان بين وقت وآخر، وهي أصبحت صورة اعتيادية. ربما أيضا المعلومات التي وردتنا من مدينة بحري في منطقة الجيلي التي بها مصفاة لتكرير النفط وهي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أن الجيش السوداني كان قد نفذ غارات جوية على تمركزات الدعم السريع في تلك المنطقة، وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان كثيفة جدا في محيط هذه المصفاة التي طالما تعرضت لعديد من العمليات العسكرية التي أضرت بمنشآتها الحيوية المهمة. في أحياء شرق النيل أيضا هنا في شرق العاصمة تابعنا عديد من العمليات العسكرية، وبين وقت آخر كنا نستمع إلى أصوات انفجارات. هذا بطبيعة الحال يؤثر على الواقع الإنساني الذي يعني تزايد بصورة مريعة في الفترة الماضية. نتحدث عن انقطاع دائم للكهرباء وانقطاع كذلك لخدمات المياه وصعوبة كذلك في الحركة من مكان إلى آخر، كل ذلك يلقي بظلاله على المواطن السوداني البسيط الذي يعيش بين مناطق الحرب وهو يكلم
يكافح من أجل لقمة العيش اليومية في المناطق التي يتحرك بها والتي بها مناطق اشتباك أو منطقة أو تصنف منطقة حرب. نعم صالح، أيضا على ما يبدو بأن المشهد والأوضاع ما زالت في حالة من التصعيد في المنطقة وتحديدا في الفاشر، أيضا ما هي إذا ما كان فعلا هناك مستجدات لديك؟ نعم، ما زالت المواجهات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور اليوم، وفي الصباح هنالك قصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر. هنالك أيضا تحليق وقصف للطيران الحربي التابع للجيش السوداني في المواقع الشمالية والشرقية بمدينة الفاشر، وهي أيضا مناطق تحركات لقوات الدعم السريع. أيضا هنالك عمليات فرار كبيرة جدا ونزوح للمواطنين ما زالت مستمرة نحو عدد من المواقع. اليوم الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان محمد الناير قال بأن آلاف الفارين من معارك الفاشر من المواطنين وصلوا إلى مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان في جبل مرة، وأن الفارين يحتاجون إلى الدعم الغذائي ويحتاجون أيضا إلى الإيواء. هنالك مرضى، هنالك كبار سن، هنالك أطفال يعانون من سوء التغذية. هنالك أيضا عمليات تدفق لمناطق مختلفة، مناطق شر دارفور وطويلة ومحلية السلام والطويشة بولاية شمال دارفور. خروج المستشفى الجنوبي عن العمل أيضا فاقم من الأوضاع الصحية داخل مدينة الفاشر. بحسب مصادر تحدثنا إليها قالوا بأن الجرحى يتلقون العلاج في الأحياء وفي المنازل وفي المراكز الصحية داخل مدينة الفاشر نسبة لانعدام المواقع التي يمكن أن يتلقوا العلاج فيها، وسابقا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى الجنوبي. وزارة الصحة قالت بأنها تبحث عن مستشفى يغطي هذه الحاجة الكبيرة للخدمات الصحية. هنالك مستشفى الشرطة، هنالك المستشفى العسكري، هنالك محاولات لإعادة المستشفى السعودي أيضا للعمل داخل مدينة الفاشر، لكن مع هذه الاشتباكات وتواصل القتال يصعب أيضا إيجاد مكان آمن لعلاج الجرحى داخل مدينة الفاشر. هناك عمليات نزوح أيضا من مدينة الكومة التي تقع شرق مدينة الفاشر، هذه المحلية أيضا تعرضت لطلعات جوية من طيران الجيش السوداني. هناك نزوح كبير جدا جهة محلية مليط التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بمدينة شمال دارفور. نعم شكرا جزيلا لك من إقليم دارفور، كنت معنا مراسل الحدث صالح أبو علامة، وأيضا كان معنا من الخرطوم مراسل الحدث المقداد حسن. قتل أكثر من 40 سودانيا وجرح نحو 70 آخرين في قصف اتهم ناشطون سودانيون قوات الدعم السريع بشنه على مدينة أم درمان. بقلق بالغ تتابع هذه العائلة حالة ابنها وهو متمدد على هذا السرير، لا شيء يدعو للاطمئنان أبدا، فحمام الدم عاد ليسيل من جديد، ولا يبدو أن هذه الأكياس المخزنة من الدم ستعوض ما فقد منه. هنا في هذا المستشفى، مستشفى النو في أم درمان، توافد أكثر من 70 جريحا لتلقي العلاج، جاءوا مدرجين بالدماء تاركين عشرات القتلى وراءهم، سقطوا في قصف عنيف اتهمت قوات الدعم السريع بشنه في مدينة أم درمان. نتيجة هذه الحادثة عدد الجرحى الذين أتوا إلى أقرب مستشفى هي مستشفى النو 73 جريح، منهم 48 جريح خضعوا لعمليات طارئة هي استخراج الشظايا من أجزاء متفرغة من الجسم وبدء أعضاء. تقول تنسيقية لجان مقاومة كرري إن القصف أوقع أكثر من 40 قتيلا. يصف هذا الشاب ما حصل فيقول: ما كنا قاعدين في الشارع العادي، ما في حاجة، نصف نطلع جيل يا بحاج نطلع إذا في دانا النولة ويعرض الواجب أبقى في ناس بث من الحاصل. مضى الآن على الحرب نحو عامين وشهرين، نعى السودان خلالها أكثر من 150 ألف قاتل من أبنائه، وباتت جل المستشفيات على شفا الانهيار، فيما أجبر أكثر من 8 ملايين على مغادرة بلادهم في واحدة من أكبر عمليات النزوح في تاريخ السودان. عيسى بوسوسو، الحدث.